تلحق ما تلحق على شيء ان اوتلت. يو اس بولو الاصلي للعلم، ها شوف الجمال هني وشوف الجمال اللي عندنا وشوف جمال السعر. اول شيء اقول لك لغايه قياس 46 متوفر، شوف حق البنطلون حق الكندوره موجود، هذا الابيض عندك، هذا ابيض عندك، هذا اسود جميل جدا عندك، هذه الانواع عندك، هذه الانواع قياسات موجوده. وتخيل السعر بكم؟ ب 149 درهم في جميع فروع شيئن. تعال قريب وشوف الزين، شوف الجديد اللي واصل. اتحداك تعرف شو هذا البراند. هذا البراند اسمه بنتون، براند جميل جدا ورخيص جدا. تخيل هذا الجوتي على 99 الحين، شوف الموديلات اللي موجوده منه، هذا الموديل وعدنا هذا الموديل وعدنا ايضا هذا الموديل درجات الرصاصي. واحلى شيء هذا ياي رصاصي على بني، واذا تبغي الابيض ايضا الابيض موجود وقياسات لغايه 46 موجود. الحق بس قبل ما تخلص الكميات. شوف ما شاء الله هذه كلها موديلات عندك هني، ايضا موديل ثاني شوف نفس الشيء بنتون، هذا ايضا موديل ثاني كله 99 99 99. عندنا النسائي، النسائي شيء عجيب، شيء روع جدا جدا وخطير جدا. عندنا هذا النوع ايضا، وعندنا الذهبي وب 99 درهم ماركت. تعال هني تعال هني تعال هني تعال هني، شوف الروعة، شوف الروعة حق البنات الصغار الكبار. عندكم هذا الفضي أيضا جميل جدا وكلكم على 99 درهم، وعندنا هذا الأبيض أيضا ناعم جميل جدا، وعندنا أيضا هذا موجود اللي هو شو اللي هو مخمل ناعم جميل، وعندنا الأسود هذا كل نسائي، كل نسائي للعلم، وعلى 99 درهم وكميات هائلة وفي جميع فروع شيئن. أنا حالياً في شيئن أوتلت في عجمان، الحين وصل تو بعد ما ركبوا، شوف قاعدين حاطينهم في الممرات. هذه الأحذية ماركت أديداس الأصلي 2024 أديداس، ها شوف هذا الكرتون ماله أديداس. عندنا أيضاً هذا النوع، عندنا أيضاً النسائي هذا النوع، عندنا هذا أديداس أيضاً، شوف هذا على 115 درهم، هذا أيضاً أديداس، وعندنا هني أديداس قياسات موجودة. دقيقة خليك معي، نسائي 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 نسائي، هذا رجالي هذا للبنات الصغار، هذا نسائي أيضا عندنا. تعال شوف شو عندي هني، هذا أيضا ماركت أديداس الأصلي، الأسعار جدا رخيصة. هذا أيضا ماركت أديداس الأصلي، كل هذه ماركت أديداس. هذا الرجالي أيضا الجميل قياسات موجودة، بس الحقوا عليها قبل ما تخلص. أيضا هني عندنا ماركت أديداس، الأسعار رخيصة جدا جدا في جميع فروع شيئن. نسائي ماركت أديداس، شوف اللوجو هني أديداس، ها هذا أيضا نسائي قياسات موجودة وكميات موجودة في جميع فروع شيئن. خلكم مع الماركات الأصلية، هذا 69 درهم مع جلد تحطون الفراشي داخله، وإذا بغيتوا أرخص عندنا أيضا ب 49 درهم. هذه بخصوص الفراشي. بخصوص المكياج العجيب شوفوا ما شاء الله جيرلاين، كل الماركات العالمية تلقون هني. عندكم صالون، عندكم تبغون لهدايا، تبغون تعطون حد، تبغون توزعون، تبغون للاستخدام الشخصي، كل أنواع المكياج الماركات العالمية، كريمات العناية بالبشرة والعناية بالجسم والعناية بالشعر، غسول أيدي، كريم أيضا ماركات عالمية، كل شيء هنا ماركات عالمية، كل ماركات أصلية في شيئين أو ثلاث في جميع الفروع. كل شيء أصلي أصلي ورخيص جدا، أرخص من أسعار الجملة، كميات هائلة، المخازن مليانة في جميع الفروع. بس مر أي فرع عندك وشوف شيئن، شو الماركات اللي تنزل عندهم يوميا، تنزل ماركات جديدة. بلين ولانكم هذه الشنط شوفوها على 10 و15 و20 درهم، هذه الأنواع اختفت من فترة، اليوم رجعت جديدة واصل. الحقوا على الكميات. وصل جديد في شيئن ماركت كيكو، هذا جديد واصل اليوم واصل يا جماعة، وسعره بلاش البلاش. شيك في الأونلاين كم، وتعال شوفوا هني الحبة على 20 درهم بس. جهاز عبارة عن شو؟ هذا جهاز مساج، تمام؟ ينحط على البطن حق الحريم، ينحط للظهر، عندك آلام في العضلات في الظهر في أي مكان. مساج مع حرارة، يعني تتحكم فيه عن طريق السير هذا، تحط السير شيء وتحط في ظهرك وراء، قدام، فوق، تحت، في الرقبة، في أي مكان، يسوي لك مساج. وتخيل كم سعره؟ 69 درهم وموجود في جميع فروع شيئن. تعال تعال تعال، تقول لي ما حصلت في الإعلان السابق، خلصها؟ خلص كريد؟ موجود، هذا كريد. وهذا كريد وهذا كريد وهذا كريد وهذا كريد النسائي وهذا كريد وهذا كريد وهذا كريد
وهذا جديد اثنين جايين اليوم توهم واصلين. طبعا كلهم صار لهم اسبوع هي موجودات وكميات بسيطه، ما اضمن تلحق ما تلحق عليهم لانه وايد طلب على الكريد. الكريد من احلى العطورات، اسعار الكريد 1500 وفوق برا، هني عندنا اغلى شيء 550 درهم بس. تعرفون شو هذا؟ هذا ميس ديور اللي كل حد يدور عليه. هذا اساسا يجي بدون كرتون. هذه الصغار على 310 دراهم، هذول الوسط على كم؟ 340 درهم. هذول الكبار ميس ديور على كم كانوا؟ 450، الحين نزلناهم ب 400 درهم. هذه الكميه اللي موجوده من ميس ديور وموجود منها في جميع فروع شي ان على مستوى الدوله. جماعه هذا 1 مليون، الله الله الله، من اكثر العطور مبيعا في شي ان. 1 مليون ثلاث انواع منه موجود، وسعره اقل من سعر الجمله. اكس اس، هذا اكس اكس النسائي والرجالي، فظيع جدا كل الماركات. هذه شو اسمه جود جير ايضا موجود عندنا هني. عندنا روبرتو كابالي، كل الانواع موجوده. الجديد في شي ان من الشنط النسائيه، تخيلوا هذا كلفن كلاين، هذه يلبسونه تحت الباطي يعني، جميل جدا وتو واصل. رجالي ها تامي حق السفر، هذه تنحط في الصدر كذي تكون او في الظهر، جميله جدا. كلفن كلاين ايضا موجوده نسائيه، ايضا كلفن كلاين هذا البراند. وعندنا هني ايضا براند عندنا كلفن كلاين، وهذه شو ارماني، شوفوها. والاسعار من 299 واغلى شيء 699 درهم. شوف الجديد اللي واصل، فوط ناعم جدا جدا، شوف الحركات اللي عليها. هذه فوطه صغيره، شوفها هذه صغيره تمام، اكثر شيء استخدام نسائي. وهذه الفوطه الكبيره روعه جدا وناعمة، براند للعلم ها. هذه الالوان اللي موجود منها، هذه الالوان الفوطين مع بعض في هذا الطقم الجميل تنفع تقدم كهديه ب 39 درهم، والكميات محدوده جدا جدا. ماركت بوما، هذه حق البنات وهذه حق الاولاد، للمدارس للسفر. شوفوا الانواع الموديلات اللي عندنا كلها ماركت بوما، هذه الوان موجوده. الاحلى هذه، شوف 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 شوف، فظيع يا جماعه. نوعيه واتر بروف جميله، تحط فيها شرش التليفون، تحط فيها هني اغراضك، تحط هني، تحط اللابتوب داخل، هذا الواير موجود فيها، تحط اللابتوب مانع للصدمات، ممتازه جدا. فيها قبضه عجيبه جميله، ايضا من الظهر فيها سفنج ممكن من هني تحملها. روعة جدا وسعرها 99 درهم وموجوده في شي ان اوتلت. الله الله على النعومه، يا سلام. شوف الكوشنات هذه، مخدات صغيره جميله جدا جدا. شوف الالوان اللي موجود منها، الوان نوعيه كواليتي رقم واحد. والسعر تخيل بكم في جميع فروع شي ان على 15 درهم، واي لون تبغيه متوفر.